النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي مع فيروز مكي. أهلا بكم في نشرة السادسة مساء من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. الخطيب يغادر إلى الإمارات غدا لحضور نهائي مونديال الأندية. البدري يختار 21 لاعب استعدادا لمواجهة طنطا. واتحاد الكرة يفوض أبو ريدة بشأن ودية البرتغال. بكم مجددا وإلى التفاصيل. يغادر القاهرة صباح غد الجمعة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في طريقه إلى الإمارات لحضور المباراة النهائية لمونديال الأندية والمقرر إقامتها السبت بين ريال مدريد الأسباني وغريميو البرازيلي. يأتي سفر الخطيب بناء على دعوة كريمة من الجانب الإماراتي الشقيق والذي حرص على تواجد الخطيب في هذه المناسبة، خاصة وأن مونديال الأندية يقام على أرض عربية شقيقة. حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اليوم الخميس قائمة اللاعبين المرشحين لخوض مباراة طنطا والمقرر لها في الخامسة مساء غد الجمعة على ملعب المحلة ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري. وضمت القائمة 21 لاعب وهم شريف إكرامي، أحمد عادل، عبد المنعم، رمضان مصطفى، باسم علي، أيمن أشرف، محمد نجيب، وصبري رحيل، وأحمد فتحي، وعمر السلية، وعبد الله السعيد، وأحمد الشيخ، ووليد أزار، وجونيور أجيي، ومحمد هاني، وكريم ندفد، ومؤمن زكريا، وأحمد ريان، وميدو جابر، وريد سليمان، وباكاماني ملامبي، وأحمد حمدي. وسافر الفريق عقب الميران إلى المنصورة من أجل المبيت هناك على أن يتجه غدا إلى المحلة لخوض المباراة.
ينتظر محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق في غضون أسبوع بعد خضوعه لتدريبات علاجية مكثفة. وأكد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق أن حالة الشناوي في تحسن مستمر بعد تعرضه للإصابة في العضلة الضامة. أكد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن هشام محمد لاعب وسط الفريق قد تعافى من إصابة جزع الكاحل والتي تعرض لها في لقاء الإسماعيلي. وأوضح طبيب الفريق أن اللاعب اجتاز برنامج التأهيل والعلاج الطبيعي وأصبح جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب لقاء طنطا والذي يقام غدا الجمعة في مسابقة الدوري الممتاز. وكان اللاعب قد غاب عن التدريبات الجماعية وخضع لبرنامج علاج طبيعي لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات. ينتظم علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة طنطا والمقرر لها غدا الجمعة في مسابقة الدوري الممتاز. وأكد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق أن اللاعب جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية وأنه تعافى تماما من الإصابة والتي تعرض لها في وقت سابق بالعضلة الخلفية. وشدد طبيب الفريق على أن تدريبات التأهيل والتي أداها اللاعب مؤخرا كانت من أجل الاطمئنان على تعافيه والتخلص من الإصابة قبل المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي. أكد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أن رامي ربيعة مدافع الفريق يحتاج إلى أسبوع من التأهيل والعلاج الطبيعي للعودة إلى التدريبات الجماعية. وأوضح طبيب الأهلي أن برنامج علاج اللاعب من الإصابة والتي تعرض لها مع المنتخب الوطني بإجهاد في عضلات الحوض يسير بانتظام وأنه يخضع لفحص مستمر للتأكد من تحسن حالته. وأشار إلى أن اللاعب سيكون جاهزا للدخول في التدريبات الجماعية في غضون أسبوع للانخراط مع الفريق والاستعداد للمواجهات المقبلة في الدوري. صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية إضافية على هامش ميران الفريق الجماعي. وأدى صالح الميران البدنية الإضافية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل ويغيب جمعة عن مباراة الفريق المقبلة أمام طنطا بعد تعرضه للطرد في مباراة المقاصة الأخيرة.
للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف مراسل قناة النادي الأهلي محمد سعيد. محمد أهلا بيك. مساء الخير يا فيروز، أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي. محمد أوصف لنا مران النهاردة. مران النهاردة كما هو المعتاد، مران ليلة المباراة بيبقى تمرين خفيف طبعا نتيجة أن الفريق بيستعد للمباراة بعد أقل من 24 ساعة، فالجهاز الفني بينزل بالمعدل البدني وبيبقى تدريب خفيف لجميع اللاعبين. التدريب النهارده كان مقرر في الساعه 8:10 ظهرا، طبعا تمرين صباحي نظرا ان الفريق هيسافر او سافر للمنصوره بعد المران مباشره للمبيت هناك في احدى الفنادق القريبه من المحله. نعلم تماما ان الاهلي سيلعب مباراه طنطا في غزل المحله، وبالتالي لا توجد طبعا اي فنادق في مدينه المحله، فاقرب الفنادق طبعا اللي الاهلي هيتواجد فيها في معسكره ليله المباراه ستكون في محافظه او في مدينه المنصوره. المران كان مران خفيف زي ما قلت لك يا فيروز، ما اشتملش على تدريبات بدنيه كثيره، لكن الجزء الخططي والجزء الفني هو اللي كانت السمه الغالبه في الجزء الاكبر من المران، وكل اللاعبين شاركوا في المران الجماعي، كان في تالق لعدد من اللاعبين، كان في اهدار فرص عديده ايضا لباقه اللاعب الجنوب افريقي تميز احمد عادل عبد المنعم. عدد من اللاعبين شاركوا في التقسيمه، الجهاز الفني حتى في خلال هذه التقسيمه لم يتحدد من خلالها شكل التشكيل الاساسي اللي ممكن الاهلي يلعب به هذه المباراه، بخلاف ان طبعا هناك كانت تدريبات تخصصيه على بعض الجمل التكتيكيه والتدريب على الكرات الثابته والتدريب على الجمل او الكرات العرضيه. بخلاف ذلك اللعيبه المصابين كانوا بيأدوا تدريبات تاهيليه حوالين الملعب بالجري حول الملعب واستشفاء لعدد من اللاعبين وتدريب في داخل صاله الجيم. التدريب بشكل عام ما استمرش اكثر من حوالي ساعه و10 دقائق، لكن الجزء التخصصي او الجزء الفني استمر حوالي 35 دقيقه، وكانت تقسيمه في منتصف الملعب وفي مساحات ضيقه وتنوع فيها المشاركه في فريق الاصفر والفريق الازرق، وتنوعت فيها اللاعبين، كابتن حسام قام بتبادل اللاعبين في بعض المراكز، وبالتالي التشكيله حتى غدا مش هتكون واضحه قوي من خلال مران النهارده، لكن في نهايه التمرين جهاز الفني اختار قائمه مباراه الغد امام طنطا بحضور 21 لاعب. عقب التدريب الفريق توجه لمطعم النادي لتناول وجبه الغداء، ثم تحرك في تمام الساعه 2:30 في السفر الى المنصوره للمبيت هناك التعديل لمباراه طنطا غدا. لكن ابرز طبعا ما في القائمه اليوم عوده ميدو جابر والانضمام للقائمه، وجود احمد الشيخ بعد استبعاده في المباراه السابقه لارتباطه باداء امتحانات، بخلاف ذلك استبعاد لعماد متعب وصالح جمعه ايضا مستبعد نتيجه الايقاف في والانذار اللي حصل عليه الثاني في المباراه السابقه، وبالتالي هيجيب مباراه واحده. الجهاز الفني ايضا فضل عدم انضمام حسام عاشور خوفا عليه من اي اصابات، لان هو بيعاني من اجهاد عضلي شديد. رامي ربيعه وسعد سمير بيوصوا طبعا الغياب نتيجه الاصابه. الشناوي قدامه 5 ايام بالظبط يعود للمران الجماعي، وهشام محمد هيكون جاهز للمباريات والجماعي بعد العوده من مباراه طنطا مباشره، لكن ان شاء الله نتمنى التوفيق للاهلي. ومباراه الغد باذن الله قد تطرا فيها تغيير او اثنين على تشكيله الفريق بالمقارنه بالمباراه السابقه امام فريق مصر المقاصه، سواء في وسط الملعب بجوار عمرو السوليه او امكانيه احمد فتحي يعود للجبهه اليمنى مكان محمد هاني، واحتماليه البدء بوريد ابالودي في مؤمن زكريا وبجواره طبعا جونيور اداي وعبد الله السعيد بدل ما كان التغيير في المباراه السابقه بالبدء بوليد سليمان. دي الصوره العامه من خلال تدريب النهارده والشكل الفني او الشكل المراني الفريق قبل مباراه طنطا المهمه غدا، حتى يستعيد الفريق عافيته ويفوز في مباراه الغد لتعويض الخساره المفاجئه في مباراه المقاصه السابقه يا فاروق. محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا لك واكيد كل التوفيق غدا للفريق الاول في مواجهه طنطا. فاصل قصير ونعود